الاغراض اللي عم تشوفون وراي هني اربع اغراض، ضيوفنا كل شخص منهم جاب غرض، والمطلوب انه بس نقي الغرض، كل واحد منكم بده يقنعني انه هيدا الغرض لإله حتى لو مش لإله. اوكي؟ فلازم تعرفوا كيف نقنعك لإلك؟ تقنعوا المشاهدين. اوكي. انا اذا انا مش مقتنع لانه انا عارف. انا جازم. يعني نحن بدنا نربحهم؟ انتوا بدك لا ضيعيهم. هون اللعبه بدك تجربي قد ما فيك تقنعيهم انه هذا الغرض لإلك بالوقت اللي هو مش لإلك، وقد ايه انت وشطارتك بتبيني كذابة او مقنعة. ما بدي اقول كذابة. انا بالعكس بدي اياهم يربحوا. انا بدي اياهم يربحوا، ما بدي اقنعهم. قد ايه انت بدك بالشغله؟ لكن عندنا المشحف، اعملي لهم هيك. اوكي. المشحف للطرش والدهان والبويا. اي نهار عايزين شيء. اها. بس تليفون. اثنين سلولار، حدا جايب سلولار غرض بيعني له. ثلاثة الميزان. بيير. هذي جايب الميزان؟ هلا هو ضعفان. اوكي، في سؤال لك هلا. ميزان الحرارة ولا؟ لا. وفي السكاكين. سحب سكينة دغري من جايبته، شو قصتك؟ شكلك أنت سكاكين. أنا شايفهم كلهم جايبهم بيير. أنا برأيي خنجر. شايف؟ خنجر. خناجر. خناجر. السؤال الغرض يلي رح نقيه، وبعدين رح اطرح السؤال لانه الناس لازم يحذروا، لازم نسمعكم كلكم بعدين بطرح السؤال. هو المشحف. مشحف؟ انا عندي كل القياسات بالبيت، عم بقول بس ليه نقيته مشحف واحد جيب معي؟ ليه؟ هلا لانه لتعرضوه هون. يعني المشحف لإلك. انا مش عارف انه المشحف كمان له دور بالحلقه. مش عارف انه المشحاف. قالت لي جيب معك مشحاف، قلت لها ايه اوكي معي مشحاف. استعمله لشو؟ للطبخ، للجلي، لل يحرك فيه المجطرة؟ من فترة كان في عندي ورشة بالبيت. نعم. بعدهم ما خلصوا يعني. نعم. كارلا، لقلك المشحاف؟ انا كثير هاندي وومن اذا بدك بالبيت، يعني بيبقى في شيء هيك معشر بيبقى زعجني، بيخلص شي مسلسل، برتاح شي جمعتين مثلا، بقوم بحف الحيط بدهنه غير لون. انت بتعمليه؟ انا بعمله لانه ما كثير الي جلدي استقبل شغيله وهيك، ووقتي ما بيسمح لي، ما بعرف الوقت ايمتى بكون موجوده واخذ. واذا فرق اللون عليك؟ التزاماته. بيفرق. اصلا عندي واحد احمر، واحد اصفر، واحد بيج، واحد بريك. هيك عملتهم. فيها شي انا عدني فيه. في شيء بلشت اقتنع بالشيء اللي قالته، يعني قناعتي فيه 99.99. زينا نقول لهم انه انا بعمل بانتير. عندي ورشه بالبيت. كل الشغيله ناسينهم. مادلين شكلي وحده بتستعمل مشحف. جزمتي. هي بدها تساعدهم قال من الاول. انا قلت بدي ساعدهم، ليش بدي غشهم؟ لكن في احتمال رمضان كريم وخليك كريم انت كمان. احتمال استثنيناه هو مادلين حبت انه تعطيكم هديه. استاذ سيمون. شغلتين، اول شيء بعدني مخلص عمار بيتي. نعم. وكنت عم ساعد الشغيله عندي، بقى كنت ساعدهم من خلال المشحاف. ثاني شيء من اين لك هذا المشحاف؟ من من تحت الحاف. اثنين شوية مثل كارلا، المرة الجاية رح اجي ساعدها. لأنه كمان لما كنت عايش كان عندي يعني عم تنقل عنا يعني الأصل إلها. هلا كارلا أصغر مني بشي 30 سنة. نعم. بس الله يجبر بخاطرك. لما كنت بكرمالك هيدي خليها. لما كنت مسافر بباريس كنت عايش باستوديو مثلها. كان على طول يطلع بالي غير البابيي بان. كنا نستعمل كثير المشحاف، بعدين علموني بدك تسخن البابي بان. بدك ترشه مي، بدك بمي سخنه بصير يعني مي، بعدين تحفه ليقبع بسرعه. هيدا اختصاصيه. اوه كارلا اختصاصيه. طيب، لكن السؤال هو لمين هالمشحاف؟ واحد سيمو ابي رميا، اثنين مادلين شيلوا الاحتمال، نو واي، ثلاثة كارلا بطرس، أو أربعة بيير شاماسيان. جارنا. جارنا. بيير شاماسيان أو كارلا بطرس رقم ثلاثة أو سيمو أبي رميا رقم واحد. أنتم مين قنعكم جمهور؟ مين؟ مين؟ معهم تليفونات عم يشاركوا يمكن. طيب، من الأسئلة اللي حدا طرحهم من المشاهدين، بيير عم يسألوك إنه ليه مربى شواربك ومش حلوين؟ انا بعرف انه مش حلوين. ايه، بقصة الشوارب انه اشتركت بفيلم لبناني. نعم.
برافو. اسم الفيلم بيبي. بقى طلب من المخرج، بوجه له التحية إلي حبيب. إنه ربي شوارب لفترة خلال التصوير لا يطلعوا هيك طبيعي يعني. مش يلزقوا. ووقتها وخلال التصوير ممنوع علي كان انزل على البحر. ايه. اقعد تحت. كما يفرق لون الركورة. ايه. بقى مشكلة. قريبا جدا جدا يعني بعد في ثلاث ايام بشيل الشوارب. وبنزل على البحر. وبرتاح من الاسئلة عن الشوارب. استاذ سيمون، في حدا حابب يسالك لشو شوارب؟ لا لشو ليه مش مربى شوارب؟ مش الغره. لا، بحب يسالك انه امتى السياسيين بلبنان وانت شخص منهم راح تبلشوا تفكروا باللبناني اللي قرف كليا؟ بعرف انه في صوره عن السياسيين سلبيه. انتوا عم تصوروها هالصوره؟ خليني لحظه. اول شيء كنا عم نحكي مع مدلين قبل الحلقه، مش كل السياسيين مثل بعضهم، وانا كثير بنزعج لما بيكون في شموليه. نعم. مثل ما في يقول كل الفنانين كذابين او كل ما بعرف شو، لا، كل السياسيين منهم كذابين، وكل اللي بيتعاطوا السياسه او الشان العام في كثير منهم عندهم بهمهم كثير مصلحه العامه وخدمه الوطن. انا من هالطينه، بقولها بكل صراحه وشفافيه وبدون اي مواربه. حط براسك، ولا ممكن انسان يفكر انه انا بما يختص فيي بتربيتي حابب خلي بصمات ايجابيه بشغلي التشريعي والنيابي خلال ولايتي النيابيه، وبالتالي ماني ابدا ما بنتمي ابدا لهذا الكوكب اللي عم يحكي عنه الاستاذ. شكرا سيمو، ان شاء الله تكون جاوبتهم على السؤال اللي هم عم يطرحوه. سؤال لمدلين، هني طلب اكثر من سؤال، انه حابينك تغني لفنان العرب محمد عبده. حياتي. شو بدي، وين الميكروفون؟ يا حوي معي سيمو. شو بدي غني؟ دغري بتلبي الطلب. لا بس بدي اقول انه ماني حاضره اول شيء، بس شوي الاماكن بلكي ماكن. يلا. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي سرى بروحي وجالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك. شكرا يا مدلين. شكرا. يعني أنا خليني أعترف لكم بشيء، إنه الليلة أجواء الحلقة هيك مريحتني، ما بعرف، حاسس بطاقة إيجابية، يعني حاسس إنه في حدا رح يربح سيارة لي. أنا لابس أزرق وسيارة زرقاء وكرمال صايبة العين، ليلي في سيارة، وفيير لابس أزرق كمان صايبة العين، صايبة العين، مش كرمال الألوان السياسية، ولابس أنت كمان أزرق، شفت كيف؟ حلوة الوحدة، حلوة، يلا. طيب، هلأ رح نلعب على السيارة. أوكي؟ رح نلعب هلا على السياره، ولا ما بنلعب؟ معطيناهم الجواب، معطيناهم لمين المشحاف. مثل ما انا عدتكم وكانت قويه باقناعها وخبرتنا عن بابي بان كيف يشيلوه على الحيط، هي كارلا بطرس. برافو كارلا. 4619 شخص جاوبوا صح على هيدا السؤال بايجاز. بدي اعرف بيير، ليش جبت سكاكين معك؟ نعم. ليش جبت سكاكين معك؟ ليش جبت سكاكين معي؟ مشان لان انا هاوي سكاكين وسلاح وفروده وبوريد، وعندي مجموعه كامله بالبيت. اي ساعه مدافع بالسفن.
لا مثلا الشخص اللي بيزعجني ببيتي مثلا بعطي ليستة مستشفيات وبفرجيه على الفيترين ليالي الجيران نقي المستشفى ونقي السلاح اللي عامل من شركات الاسيرانس بيعطوك لائحة بالخبرة ايه بالاول لا انا من انا وصغير هيك تهوى تجميع السكاكين حتى فرجيتك هيدا يعني شفته شفته البورتكلي حتى نعم يا ماما في سكين نعم مرتك بتنام معك سكيني حدك مثلا مرتي بتنام مع الشوبة بيشتري لسطور قال كادو سطور مدلين شو قصة الميزان؟ بكرهه هيدا الاختراع بكرهه كثير ما في مرة اشتريت ميزان إلا ما كسرت إلا ما كسرته بالفعل وحتى لما بضعف بقولوا لي واو مدلين شو ضعفاني بطلع على الميزان ما ببقى ناقصة كثير ببقى ناقصة مثلا كيلو 2 كيلو بس ببقى شيبينج مغيرة هني شو بقولوا لي إنه أكيد خسراني شي 5-6 كيلو فصار عندي كره وحقد على الميزان وأنا اليوم رحت اشتريته لجيب لك إياه أنا ما عندي إياه بالبيت خليه مش حنعطيك إياه بترجع أعطيك السرير سيمو أبي رميا جبت سلولارك الخاص يعني شلته من جيبتك حطيته هونيك شو مشكلتك مع السلولار؟ أنا شوي مثل مدلين بكره السلولار يلي اخترع هالآلة هيدا خرب الدنيا هلا ثلاث أرباع الشباب ما حدا بيحكي مع التاني كله واتساب وبي بي إم بطل في علاقة بالعيلة بطل في تواصل بين العالم أول شيء تاني شيء وسام بدي أقول لك شغلي وهون عم بحكيك بكل شفافية أنا بيجيني بالنهار 230 تليفون معدل تليفونات لإلي بالنهار 230 طيب نجم سياسي حتى بطريقة أنه يكون بواجب اجتماعي ما في رد بطلع بكون مثلا مسفره بطلع بيكون عندي شي 30 تليفون بنص ساعة بخوت والعالم بيصيروا ينقوا عليك انه ليه ما رديت ليه ما كذا ما بيفهموا انه انا بس اذا 230 بدي اقول الو كيفك كيف الصحه هيدي دقيقه هيدي 10 ساعات على التليفون بعد ما عملت شيء وما ما بقدر اهتم وبالتالي مجبور ضلي حامله لانه هيدا التواصل بذات الوقت بكرهه صرت اكرهه واصلا من سنه 2005 الكل يعرفه ما بقى عندي ما بقى يرن التليفون ولا حاطط فيه فايبر يعني ما بيهز سايلنت ما بدي لانه بس اذا عم بتطلع فيه انه عم بدق عم بشوف حدا عم بدق لي برد بس غير هيك انه ما بقى بطيق صوت التليفون طيب انا بدي اقول شيء صار 235 قصصتني مرتي امبارح جابت لي سيلولار من هول الجديد انا لامبارح كنت عم بستعمل من هوليك لان اخذت معي 6 شهور لاعرف انه على الاحمر بطفي على الاخضر بحكي لك شو جميل يعني. عم بتلبك رح يطلع بدك تفوت بالسيستم هلا خلص مجبور يعني عم بعصب يعني انا بقول ما بضاين للاحد هيدا بتغير الالوان اعملهم ازرق اورانج بتطير عن جد بتطير طيب في شغلة انا بدي اقولها طلعوا هن ديسكاليفيه من اللعبه ليه؟ لانه انتم قلتوا جيبوا شيء بتحبوه هن جايين اشياء ما بحبون صح ونحن ميزنا نفسنا صح لكن هلا رح نلعب على السيارة عندنا 4604 اشخاص بفتكر كان العدد انتم عم تلعبوا على السيارة لازم تركزوا كثير منيح لانه اللي بيبعت منكم الجواب الصحيح رح يربح سيارة الليلة يلا بيروح هلا السؤال هو شو وزن السيارة إذا ضفنا عليها أدهم رنا أركان ورامي بدي أكون تطلعوا بالسيارة بليز لكن مشاهدينا اللي وصلوا للمرحلة الأخيرة بدي أكون تتوقعوا وزن هالأربع أشخاص مع السيارة قديه يطلع تقريبا الوزن بالكيلوغرام أربع أشخاص موجودين بالسيارة والله اللي بقتلكم لو عم تلعبوا عليها قلعوا مشي يلا قد ايه بتتوقعوا وزن السيارة؟ أساسي مو قد ايه بتتوقع على الوزن؟ ما بعرف لا لا تكذب عليك ماني اختصاصي ما بعرف مدلين شي 2000 2000 2000 كيلو أقل أقل أنا أقل. رح بلش ساعد منها أقل 1006 أقل 1250 لا أكثر ما بعرف اذا بهال المرحله لانه انا ما عندي الرقم تحديدا 1249 يمكن لكن شو هو وزن السياره من بعد ما طلع عليها ادهم رنا اركان ورامي قد ايه بتتوقعوا يكون وزن السياره صار فيكم تبعتوا اجوبتكم على الاس ام اس اللي عم تلعبوا كل الوقت وعم تبعتوا عليه بتبعتوا بالكيلوغرام سيمو شو امنيتك للسنه الجديده بهالشهر الكريم استقرار بلبنان
يلي هو تمنيات دائمه لانه لسوء الحظ عايشين ببلد دائما غير مستقر. بتمنى انه نشوف الاستقرار. واحد يوم الصبح بدها عجيبه مثلا بعطيك مثل على التليفون بتكون بمطعم تجيك شي خبريه بتصير تسمع تك تك كله عم بيدق انه لي بانكول وما بعرف شو. على فكره هلا وصلتني لمطرح اخطر شيء على مجتمعنا اللبناني هو الابلكيشنز اللي موجودين. بتكون قاعد مبسوط يمكن عم قاعد مع اهلك مع عائلتك بخبروك انه واحد قرر تخانق مع مرته قوص عليها 100%. خي مش ضروري اعرف صح. ما بدي اعرف والله صايرين معيشيننا بهيجس معيشيننا بهاجس دي. هي وجهة نظر بس انه هني مش ضروري يبعثوا لي هذا الخبر انه واحد خانق مع مرته قوص عليها الا القصص الاساسية. صح كثير عايشين بهيدا الهاجس لسوء الحظ. يعني كل 3 4 دقائق في خبر بيوصل لك على التليفون. يعني صحيح. وكأنه خليك عرفت كيف ما تعيش. ممنوع تعيش، ممنوع تتنفس، ممنوع تنبسط، ممنوع تسهر، ممنوع تعيش مع عيلتك بطمأنينة. هيدا اللي عطول مأزين والله يعني. عندي إياها هيدي أمني حتى من عنا من قلب البيت ومن قلب البيت وجر من كمان الابليكيشن اللي موجودة عند الام تي في كمان. أنا هيدي أمنيتي أمنية خاصة بليز الله يخليكم إلا الأخبار الأساسية والمهمة صح. اللي لازم كلنا نعرف فيها ما تبعتولنا صح صح. مادلين شو أمنيتي؟ أمنيتي شوف أو نحن كبشر كلنا نشوف بلبنان بالتحديد شي جريمة يعني فرجونا هيك بعيننا ناس ارتكبت جرائم وقصصوا على أبوها. ما معقول قالونا اللبناني عن جد تحت الصفر، وهذا الشيء كتير بيزعجني. ولو بيزبطوا القانون يمكن فينا نتحمل إشياء كتيرة، بس بالقليل حقوقنا يفرجونا إياها قدام عيننا. هيدا بلدنا نحن منحبه يعني ما بدنا نسافر لبرا يعني بس اتليست يمشوا القانون على الناس. عم بتصير جرائم كثيره يطبقوه فوق الجميع يطبقوه القانون. نعم صار عندنا جواب على وزن السياره الاقرب على وزن السياره اللي ضفنا عليها اليوم 4 اشخاص ادهم رنا اركان ورامي. رح ارجع لكم بامنياتكم ما تقولوا انه ما قلنا شيء يا اخي انتم ما قلتوا فكر عم تفكروا قد ايه اقرب جواب على الجواب الصحيح وكم شخص جاوب هيدا الجواب؟ 1215.7 كيلوغرام وشخص واحد جايبها 1215.7 كيلوغرام. في 20 واحد قايل 1215 20 حلو. واحد قايل 1215 شخص واحد قايل 1215.7 يعني فرقت على فاصلة 7 تطلع لحاله هو اللي مجاوب هذا الجواب. خلينا ناخذ الاتصال. الو مساء الخير. مساء الخير. مين معنا؟ احمد فخوري. احمد فخوري رمضان كريم يا احمد وان شاء الله بينعاد عليك. الف مبروك. $1000 كاش و $1000 مجوهرات تقدمت اي بي ال ومجوهرات انطوان صليبا. تسلم وينعاد على الكل. احمد انت ومين بالبيت؟ مع المرأة والولاد والعائلة كلها. الله يخلي لك اياهم ورمضان بيجمع العائلة دايما وان شاء الله دايما بتكونوا مجموعين. بس بدي اطلب منك احمد توطي صوت التلفزيون شوي كرمال نقدر نتواصل انا وياك وتسمعني من التليفون. يلا وطي شوي التلفزيون. عم تعرف قوانين اللعبة احمد؟ ايه نعم. اوكي احمد انا الليله عندك 30 ثانيه زدت لك هديه مني الليله 10 ثواني. اها اوكي يعني عندك 30 ثانيه اذا ما بتربحها يا احمد اعطيك اياها. احمد ضروري تركز معي ونقدر نصيبها انا وياك لانه الليله هالسياره الزرقاء بدك تقصدر انت واولادك وعائلتك بكره فيها. اوكي اوكي حاضر. احمد راح اطلب من الشباب الاربعه ينزلوا من السياره نطلع نحن فيها. وبدي زيد عليها يلي هو يعني راح يكون اذا بدك البورت بونور تبعك بيير شاماسيان. بدك تطلع بالسيارة بيير. تقعد بالسيارة من قدام. بدي اطلب من وين المفتاح؟ كرم يحط لنا 3 طناجر موجودين معه، 3 طناجر راح نزيدهم على السيارة. أنت قد إيه الوزن اللي أعطيتني إياه؟
1215.7. أيوة. بيير طفي طفي بيير. 1215.7. اوكي احمد حط ستارت. زدنا ثلاث طناجر. بيير شاماسيان موجود بالسياره. شلنا وزن الشباب اللي كانوا موجودين. بدي اياك تركز. 30 ثانيه السياره لازم تكون لك الليله. طناجر فاضيه اما مليانه؟ طناجر منهم فاضيين منهم فيهم فيهم صحون فخار. كانوا مليانين بس وحده منهم فيها صحون فخار. بدي اياك تركز على شغله احمد لانه كثير اساسيه. انا بقول لك اكبر واصغر بدك تنتبه لانه انت قايل 1215.7 يعني بتعرف منيح قانون اللعبه. يعني بدك تروح على الفواصل وتركز معي. بس اقول لك اكبر تقول لي اكبر، اقول لك اصغر تقول لي اصغر. اوكي بنزين في حاضر. بدي اطلب تركيز لو سمحتوا. بيير بدنا نربحوا السيارة اللي يلا ان شاء الله. بدي تركيز. جاهز يا احمد؟ جاهز. اعمل حسابك انت قلت 1215.7. شلنا منا ناس وزدنا بيير وهي يعني شوف الحسبة كيف بدها تكون. 30 ثانية ابتدى الوقت. 1100. اصغر. 1020. اكبر. 1050. اصغر. يلا يلا. 1025. اكبر. 1040. اصغر. 35. اكبر. يلا 38. اصغر. 37. اكبر. 1037.5. مضبوط. مضبوط يا احمد. مضبوط يا احمد. احمد فخوري. الف مبروك لك سيارة شيفروليه سبارك. احمد الو الو. احمد اي الو. لك الف مبروك. مبروك مشكورين. الله ينعاد عليكم. رمضان كريم للجميع. ينعاد عليك يا احمد والف مبروك. الف مبروك لعائلتك هالسياره سياره شيفروليه سبار. اول مشوار مع بيير بده يكون. اول مشوار بدك تاخذ بيير فيه. ايه بليز. اكيد من اكيد من كل بيت. يا احمد بدي اقول لك شغله. انت مش بس بنزينات علي. طيب بيير روح على الحصول. احمد وانا ومادلين وكارلا من رفقون بعدين بالسياره ورا. احمد بدي اقول لك شغله انه انت مش بس ربحت السياره، ربحت $1000 كاش كمان و1000 دولار مجوهرات. برافو. بدي اقول لك الف مبروك. الف مبروك من قلبي. مبسوط لك الليله من قلبي وان شاء الله بينعاد عليك وعلى عائلتك والليله فيك تنام وابتسامتك لهون انه انت صار عندك سياره شيفروليه و1000 دولار كاش و1000 دولار مجوهرات. وشكر خاص لك. مشكورين مشكورين. بنطلع على طول. شكرا احمد فخوري. احلى شيء الربح بالحياه. قال لهم اول شيء احلى شيء الربح بالحياه. صح مزبوط. برافو. كل العشر ثواني برافو ام تي في انه عم يربحوا العالم. عن جد برافو. هيدي على وجهك اليوم. انت قعدتك بالسياره. انا عارف انه هول على الشنبات اللي انت. هيدي شو بتسميها مثلا؟ حظ ولا شو؟ شطاره. هيدي حظ بايدي وايدك وايده وايد الكل. هيدي من الام تي في كمان. كارلا يعني لو بيير ما كان عنده شوارب كان 1037.4 اليوم. ايه بيزين بيزين. كارلا امنيتك شو هي؟ امنيتي على السريع اول شيء رمضان كريم للكل ومبروك على السياره وبرافو ام تي في انه عم تربحوا ناس. امنيتي هي انه ما اضطر اني هاجر لبنان واخذ اولادي وكبرهم برا مثل ما قالوا الكل لانه بدي اكبرهم ويكبروا معي بلبنان. ما بروح لمطرح ان شاء الله. بيير شو امنيتك بإجت؟ انا صراحه وسام انا مهووس لبنان. يعني بهمني انه امنيتي انه كل هالسياسيين كل هالمسؤولين يجتمعوا يشتغلوا بس لوطنهم لبنان. لان كل شيء مش لبنان، كل شيء مش لبناني حتى مش اخر همي. لان كل شيء مش لبناني مش همهم لبنان وبس. صحيح. ايوه مرحب. شكرا سيمو ابي رميا. شكرا بيير شاماسيان. شكرا
كارلا بطرس، والف شكر لك مادلين مطر، شرفتوني بوجودكم على وجهكم الليلي، كان في ربح لا احمد فخوري بسياره. انا بدي ودع المشاهدين، وبكره ان شاء الله بيكون في سياره كمان. بدي ودع المشاهدين على امل اللقاء بكره نحن وياكم بنفس الوقت، دائما 10:30 على الام تي في مع ضيوف جديد، مثل ما استمتعنا الليله بحلقه مع ضيوفنا. بكره كونوا على الموعد، تصبحوا على خير.